تصديرات منتخب لبنان يعني لا بأس فيها طبعا بظل هذه الظروف. عم نحاول قدر المستطاع انه نوصل لجهوزية تخولنا نلعب او نخوض معسكر بدبي. ما في شك طبعا في عنا عدة غيابات، ما في شك جوان العمري وربيع عطايا وقاسم الزين لأسباب طبعا إلى علاقة باللوكداون وبكورونا إلى آخره. وطبعا قبل الانطلاق لحديت هلا بتعرف في عنا مرحلة واحدة من الدوري، الله يبعد الإصابة ما نعرف ممكن يصاب إن شاء الله ولا حدا لحديت هلا. لا طبعا بتعرف الوقت ضيق كتير والتصفيات صارت قريبة كتير، ما فينا كتير نشتغل عايد الطريق، ولكن عم نضل دائما في تواصل مع عدة لاعبين للمستقبل القريب ان شاء الله. ولكن بالنسبة من هلا للتصفيات بعتد المجموعة حتضل هي ذاتها. بالنسبة لنا يعني شر ولا بد منه لسبب، لانه نحن اوريدي كنا رايحين نلعب مباراة بكوريا الجنوبية اللي كسبناه. نحن يمكن ما حنلعب ضد تركمانستان، بس مش بأرض تركمانستان. هذه شغلة نحن لازم نشتغل عليها ونبني عليها، وان شاء الله يا رب يعني نفوت باول مباراتين نحصد 6 نقاط وماتشنا مع كوريا الجنوبيه يعني له ترتيبات ثانيه. وعدي انه رغم كل هيدي الظروف اللي عم تحيط فينا، رغم كل هيدي المشاكل، بعود انه نعمل اقصى جهدنا لحتى نعمل نتيجه جيده تشرف المنتخب.